السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. الله يعطيكم العافية. خلينا نبلش احنا مشان ما نتأخرش. خلينا نبلش واللي بالحق معلش الساعة لأنها صارت كم الساعة صارت 34، فخلينا نبدأ مش ما أتأخر عليكم. طيب إحنا المحاضرة الماضية كنا بنحكي آخر إشي حكينا بالمحاضرة الماضية اللي هو كان example 226. تمام. على example 226 هو بحكي عن تطبيق البس الفانكشن على الديفيوجن ان بورس كاتاليست. رسمنا تتذكر الرسمة هاي ورجيناكم البورس كاتاليست اللي هي عبارة عن إشي دائري أو يعني أسطواني أو سفيريكال سيلندريكال أو سفيريكال. طبعا عرفنا إحنا من الكوردينيتس هاي لأنه في عندنا R. تمام، ما دام في R معناته بده يكون سيلندريكال أو سفيريكال إيذر واي. وحكينا إنه بصير في عندنا ديفيوجن طبعا بالبداية عن طريق الموليكولار كونفكشن. الجزء هذا بوصل الرياكتنت أو مش بالضرورة يكون رياكتنت، ممكن الإشي اللي بده يصير له ديفيوجن، المركب اللي بده يصير له ديفيوجن اللي هو A هون سميناه، بيوصل للسيرفس. بعد ما يوصل للسيرفس الآن عملية انتقاله داخل البلت هاي أو الكاتاليست فورس كاتاليست تصير عن طريق الديفيوجن. ماشي، فلحد السطح هون بكون convection أو molecular convection driven، بعدين بصير diffusion driven. ماشي، فبتتحول المود of mass transfer أو من molecular convection للdiffusion لما نوصل على surface. وحكينا المعادلة اللي بتوصفه اللي هي هاي المعادلة، وكان عندنا two boundary conditions. تمام، حكينا عنه كله هذا. كنا الخطوة الأولى قبل ما نعمل expansion قبل ما نعمل classification we need to expand المعادلة هاي، وقلنا اللي عملناه إنه اشتقينا اللي داخل القوس حسب الفانكشن عندي d by dr عن chain reaction اللي هم هاي الفانكشن الأول وهذا الفانكشن الثاني. فطلعت معنا المعادلة هاي، بسطناها شوي ضربناها وضربناها ب r square over dA، طلع عندنا هاي المعادلة النهائية للديفيوجن inside porous catalysts. طيب إذا هاي المعادلة حسب اللي تعلمناه في البسل فانكشن modified بسل فانكشن، حكينا امبارح انها اقرب شيء للموديفايد بسل فانكشن. تمام، with p equal to zero. تمام، p equal to zero، في عندنا طبعا لامدا هون اللي هي square root of k over d. هذا كله حكيناه المرة الماضية، وبالتالي ما دام منها والبي اللي هو انتجر الصفر، السوليوشن بده يكون عندنا بالشكل هذا اللي شايفينه هون، هذا الجنرال سوليوشن. ماشي، هلا احنا هون حلينا الديفرنشال ايكويجن، بس ضل ايش نعمل؟ نعوض الباوندري كونديشن. ما دام معطيه الباوندري كونديشن عندنا هون معناته بدنا نعوضها مشان نطلع قيم للـ C1 والـ C2. وحكينا امبارح، أنا طبعاً بعمل ريفيو قاعد بعيد اللي حكينا امبارح، حكينا امبارح إنه وصلنا لاستنتاج إنه الـ C2 هاي ماشي لازم تكون صفر، لأنه بالسنتر عند يعني الكي نوت هاي بالسنتر اللي هو عند R يساوي صفر، الكي نوت هذا غير معرف، طبعاً هو معرف كقيمة إنفينيتي. ماشي، الكي نوت عند الار يساوي صفر اللي هو الاكس يساوي صفر بيسكلي، بس هون استخدمنا احنا ار للاندبندنت فاريبل. قلنا انه هون الكي نوت عند الصفر، الكي نوت عند الاكس يساوي صفر اللي هي ار يساوي صفر، قيمته بتطلع انفينيتي. طبعا انفينيتي بالنسبه لي هذا بتعارض مع مين؟ بتعارض مع الباوندري كونديشن اللي بقول لازم السي اي يكون فاينايت. يعني لو هذا قيمته انفينيتي بغض النظر قديش قيمة C2، لا انسوا C2 هلا، بغض النظر قديش قيمة هذا
بده يطلع عندنا كلياته ايش؟ سي اي انفينيتي، وهذا بتعارض مع الباوندري كونديشن اللي بقول لي سي اي لازم يكون فاينايت عند الار يساوي زيرو. طيب يعني قلنا هلا مشان نتخلص من الانفينيتي هاي ويصير التيرم هذا له معنى لازم سي 2 قديش تكون قيمتها؟ يعني الحل الاوحد انه سي 2 تكون قيمتها قديش؟ صفر، لانه ما في شيء بضربه بانفينيتي الا بطلع انفينيتي ما عدا الصفر، الصفر لما اضربه بانفينيتي بصير صفر. فانا لما بحط سي 2 ايكوال تو زيرو بتخلص من التيرم هذا اللي له ما له معنى هندسي، قلنا ما له معنى هندسي، وبالتالي هذا الحد خلص كله صار الان ملغي تماما. ها بدي اشرح، طبعا هذا معناه انه سي 2 قيمته صفر، وبالتالي السوليوشن صفى عندي اللي هو this is the solution، هذا اللي وصلنا له امبارح اخر شيء. تمام، طلعنا هلا احنا السوليوشن اللي هو سي اي اوف اكس يساوي سي 1 اي نوت سكوير روت اوف كي على دي اي مضروبه في ار، الار طبعا برا الجذر، ظل نطلع قيمة السي 1، قيمة السي 1 ماشي. إذا الآن صار عندنا solution اللي هو أيوه ظل نطلع قيمة مين؟ السي 1. هلا السي 1 من وين بدنا نطلع قيمتها؟ طبعا الباوندر كونديشن الأول استخدمناه، هذا انتهينا منه خلاص، بدنا نستخدم الباوندري كونديشن الثاني. لاحظ الباوندري كونديشن الثاني هو سي اي هاي اوف ار، قلنا هاي فيها خطا هون سي اي اوف ار، السي اي اوف ار ماشي اللي هون بدنا نشتقها، لانه لاحظ الباوندري كونديشن فيه مشتقه دي سي اي باي دي ار ماشي. اذا بدنا نشتق الاقتران هذا، يعني بدنا نطلع الان دي السي اي على دي ار للاقتران هذا ماشي. هلا لو رجعنا على التابل اللي هو فيه المشتقات بنلاقي انه مشتقة الدي مشتقة الاي نوت لامدا اكس اللي هي لامدا اي 1 في لامدا اكس. طبعا هذا التابل حطيناه فوق لما حكينا عن خصائص المشتقات، خلينا نرجع معكم. ايوه شايفينه هون ماشي، احنا عندنا هون بدل الزي اللي هو ايش حكينا؟ اي تمام. اذا الفانكشن عندنا اي، فهذا التيبل اللي راح نستخدمه اللي هو this one هاي الاي تمام تمام. اذا طلعنا مشتقة الاي تمام. طيب على الخطوة التالية بعد ما طلعنا المشتقة بدنا نروح نعوض هذا الترم هون وين؟ في الباوندري كونديشن. خليني أصغرها شوي مشان أورجيك وين راح نحطه هذا، بس مشان نوضح كمان شوي صغرها. إذا هذا بدي أخذه وأحطه وين؟ هون مكان هاي اللي هي دي سي إيه by dr. طبعا هذا الفانكشن هون هو فعليا هيو اللي هو شايفينه الاي 1 ماشي، والسي 1 طبعا راح تظلها، والدي اي راح تظلها، يعني هذول ما راح يتغير عليهم الشيء. فبنيجي بنعوضهم هون بيطلع عندنا هذا الحد ماشي. خلينا نشوف الحد هذا كيف طلع عندنا. لاحظوا دكتور احنا اشتقينا الحل اللي طلعناه اخر شيء المحاضره الماضيه. شو اشتقينا ايش؟ احنا وصلنا لهون اخر شيء، حكينا امبارح حكينا ليش السي 2 لازم تكون تساوي صفر. هلا اليوم بلشنا من هون تمام؟ بلشنا من هون. هلا قيمة اللامدا يا جماعة هيها لامدا باي ديفينيشن، هاي شايفين هون كي على دي اي ماشي، كي على دي اي هاي اللامدا تمام. اذا لاحظوا هاي عندنا احنا هاي لامدا، خلينا نغير اللون مشان تقدر تتبعوا معي. هاي اللامدا هاي الاي 1 اوف لامدا اكس، يعني هذا كله
الاي 1 اوف لامدا اكس. طبعا احنا ما فيش عندنا اكس، في عندنا ار. طبعا الاكس هذا من التيبل بس احنا عندنا ار، واللامدا قيمتها جذر الكي على دي اي. ماشي، هلا هذول السي 1 في الماينس دي اي من هون يجي من موجودات هاي الدي اي اصلا موجوده ماينس دي اي اف 1، والسي 1 هيها ما هي، هي ما هي موجوده اصلا بالاقتران. عرفت من وين اجوا الدي اي والسي 1؟ هلا على الجهه الثانيه ايش في عندنا هون في الباوندري كونديشن؟ السي اي اللي هو بدنا نعوض قيمه هاي السي اي ذس 1، هاي جبناها وين عوضناها؟ عوضناها هون هاي السي اي. تمام، السي اي اس طبعا هاي رقم لانه بتعرفوا هاي عند الساتوريشن، وبالتالي هاي رقم مش فانكشن، هذا الفانكشن فقط. ماشي، والكي سي بتنزل زي ما هي، فهاي نزلناها الكي سي زي ما هي. ماشي، بس انا حبيت اوضح لكم كيف طلعت معنا المعادلة هاي النهائية. خلينا ننظف هون. ماشي، في شيء مش واضح؟ انتبهوا، هاي اي نوت ها، لانها هاي تمثل ايش؟ السي اي. هاي الاي 1 يعني هذا كامل هون. دكتور الطرف الايمن من وين جبناه بالضبط؟ هذا الطرف الايمن هون؟ اه طيب، هلا هم من هون جبنا. شوف الباوندري كونديشن ايش بقول عندك؟ كي سي في سي اي ات ار ايكوال تو ار كابيتال ماينس سي اي اس. ماشي تمام تمام كمان اصغر شوي مشان يبين الاثنين مع بعض هنا، انا هذا اللي بحاول اسويه. طيب اذا لاحظ هاي سي اي من وين جبناها؟ هاي سي اي اللي هي هاي this value، بس طبعا مش ار سمول، ار كابيتال زي ما انت شايف، هي حاطه هون ار كابيتال، شايف هاي؟ اذا هاي سي اي هون كلها هاي تمثل السي اي ات ار اللي هي الديميتر الجنرال فاريبل ار يساوي ار كابيتال. ماشي، والسي اي اس هاي نزلناها زي ما هي، والكي سي نزلناها زي ما هي. شفت؟ شفت كيف؟ وضحت وضحت. اذا هاي السي اي بس حطينا يعني نفس الفانكشن هذا، بس بدل الار سمول حطينا ار كابيتال، لانه الباوندري كونديشن بقول انها عند الار يساوي ار كابيتال. يعني لاحظوا الار الفاريبل، الار كابيتال هي معناه انه عند السيرفس. ماشي؟ اكسترنال سيرفس. تمام، هذا اللي عملناه فقط. الآن إذا بتطلعوا على المعادلة هاي، في عندنا مجهول واحد فيها. أنتوا احكوا لي إيش هو المجهول هلا؟ ننظف هاي البلاوي. المعادلة هاي، هاي المعادلة ها. المعادلة هاي فيها مجهول واحد، احكوا لي إيش هو. يلا سامعكم. CAS سي اي اس، لا سي اي اس هاي جيفن، هاي معنى سي اي اس ها سي 1 سي 1 بالضبط. الفاريبل الوحيد عندنا هون او الانون الوحيد، مش الفاريبل، الانون الوحيد اللي هو السي 1 سي 1 سي 1. طيب لما اطلع السي 1 شو بعمل؟ هاي سي 1 طلعناها، طبعا هاي لاحظ السي 1 هون وهون، فبدها شويه شغل مشان نطلع السي 1. فطلعت الآن الـ C1 as a function of CAS اللي هو معروف بالنسبة إلي K على DA، هاي في على زبطوها عنكم، هاي مش ضرب، K على DA هاي variable بالنسبة، قلنا الـ K اللي هو الـ diffusion الـ molecular transport coefficient أو transfer coefficient، الـ DA اللي هي diffusion coefficient. ماشي، الـ K اللي هي نفس الـ KC طبعا، وهون كمان كاتبها K نفسها. الـ I1 اللي هو البيسل function اللي قلنا هذا معرف، الار نصف القطر الكاتاليست معنا، وبالتالي الان كل شيء هون صار معرف. ماشي، باخذ السي 1 وين بروح فيها هاي؟ شو بعمل فيها؟ بعوضها وين؟ بالسوليوشن تبعي هيو.
شايفين هاي تمثل السوليوشن. بنعوض C1 اللي طلعناها هون بيطلع عندنا الفاينل سوليوشن اللي هو هون. تمام؟ لما تطلعوا الفاينل سوليوشن ما بده يكون فيه طبعا هاي CA of R بالمناسبة of R. تمام؟ ال R هون شايفينها هي this one. البقية هذولا اللي هم جايات من السي، يعني هاي بس خلينا بحب أوضح الأمور بشكل ليس في أي لبس. هاي تمثل إيش؟ هاي تمثل السي وان كلها، وهذا الآي نوت سكوير روت أوف كي على دي إيه في آر. ماشي؟ تمام؟ فهمتوا إشي؟ يعني إحنا قاعدين بنمهد للمودلينج، ترى هذا المودلينج شغلنا راح يكون زي هيك. انتبهوا لموضوع الباوندري كونديشنز، لأن هالباوندري كونديشنز صراحة راح تشوفوا إنه يعني أحيانا بكون 50% من حل المسألة معتمد على الباوندري كونديشن، فهي فعليا يعني تطبيقها ما بكون ستريت فورورد. يعني هون مثلا بحالتنا هاي لاحظوا، قولوا الثاني هذا اوكي، الباوندري كونديشن الثاني الديرشليت هذا اللي هو ديريفاتيف ولينير اوكي، بس هذا ما كان واضح كيف بدنا نستخدمه مشان نطلع منه سي 2 او سي 1. فهمتوا علي؟ احنا بالمودلينج بالعادي يا جماعه ما بنحط ارقام، انتبهوا، يعني ما بقولوا ان سي اي از مثلا 5 ملي جرام بير لتر at R يساوي 0، لا، احنا بالموديل بالمودلينج اسمها مودلينج، لما نقول نموذج او موديل بيختلف عن بروبلم. البروبلم احنا في عندنا ارقام بنعوض فيها وبنطلع السبيسيفيك كيس، الموديل لا، الموديل بيطلع جنرال وبالتالي بقدر اطبقه على كل الارقام والكيسز المختلفه اللي تنطبق عليها الحاله. فلاحظوا هون طلع عندنا ايش؟ هون هذا كله ايش؟ عباره عن ايش؟ عبارة عن موديل. خلي ال R هاي لازم خليناها CA of R. ماشي؟ طلع عندنا عبارة عن موديل CA of R يساوي. تمام؟ قولوا لي تمام ولا مش تمام؟ خلينا نعرف حالنا. تمام دكتور. طيب إذا تمام خلاص الله يعطيكم العافية، ممتاز. ماشي، هذا بتمسكوه بتحلوه. يعني هو محلول عندكم، بس تأكدوا انكم بتعرفوا تحلوه. بدي هلا انا انتقل للموضوع الاخير بالديفرنشال دكتور، بس قبل ما تنتقل للموضوع اللي بعده، اخر خطوه بس، شو عملت اخر خطوه؟ هاي اخر خطوه؟ حطيت السي 1، هاي هالسي 1 شايف؟ لانه السوليوشن اللي صفى معنا بعد ما الغينا السي 2 هون ايش هو؟ سي اي اوف ار يساوي سي 1 I not square root of k على d a في r. ماشي، كل اللي عملته بالخطوه الاخيره اني عوضت قيم السي 1، قيمه السي 1 ماشي بالمعادله هاي. هاي السوليوشن يا جماعه، ها تمام، هاي السوليوشن تبعنا الفاينل سوليوشن بدون الباوندري كونديشن. الخطوات اللي بعديها فقط انا طلعت الباوندري كونديشن اللي هو السي 1 من الباوندري كونديشن سي 1 وعوضتها هون. هاي شايف السي 1، هاي كلها الكبيره هاي السي 1، وهاي بقيه الحل لو اي نوت البسل فانكشن اي نوت اوف ذا زيرو اوردر واكشوال موديفايد بسل فانكشن وليس البسل فانكشن. ماشي، ماشي، تمام تمام هلا. ديروا بالكم تمام، ترى بالمودلينج لحالها ما بتزبط، اذا ما رحنا وحلينا وجربنا ما بزبط تمام لحالها، ديروا بالكم. فانا يعني بدي انبهكم، انا حطيت لكم هوم ورك على فكره، راح يكون في هوم ورك ثاني يعني راح نعطيكم اياها. انتبهوا انه الامتحان ترى الاسبوع الجاي، الامتحان كل الاسبوع الجاي. متى دكتور الجاي؟ انا محدده بالسيلبس، ناسي والله امتى، بس موجود عندكم بالسيلبس الامتحان. يعني 19/7. نعم 19 الشهر 19؟ انا كاتب بالسيلبس 19.
متذكر على ايش؟ انا هيك متذكر انه كان في 19 الشهر. لا هذا اللي بالسيليبس. طيب خلص اذا 19 احنا اليوم قديش 14 صح؟ دكتور لوين الامتحان لاخر شرحته؟ امتحان بالجزء الاول اللي هو بالديفرنشال ايكويشنز راح يكون هاي الماده السهله يعني. فهي فرصه الامتحان الاول. هذا مش داخل معنا؟ كله والكابلت كله هذا داخل راح يكون معك. ترى على فكره يعني بدي اقول لكم شغله، الجزء الاول اللي هو تبع الديفرنشال ايكويشن هذا الريفيو اللي احنا يعني احنا بس بجوز هلا البس الفانكشن والكابلت اخذناهم جداد بالديفرنشال ايكويشنز، بس هذا كلياته ريفيو. فالجزء الاول اللي هو الثلث الاول انا بسميه هذا الجزء السهل، هذا فرصتكم تظبطوا فيه اكثر شيء ان شاء الله. دكتور الامتحان مكتوب 22/7 الفيرست والسكند ب 12/8. خلاص 22 معناه 22. 22 معناه دكتور اجوبه الهوم ورك تقدر تودي لنا اياه عشان نتاكد بس من الحل هلا. ما انا بدي اودي لكم اياها بس بعد ما تحاولوا. احنا الديو ديتا ما كتبنا اسبوع صح؟ انت مش حكيت قلنا الهوم ورك بس هيك انه عشان راجع. ما انا بعرف لكم راح تراجعوا، ما انا بفهم الاشي هذا، بس اذا بدي احط لكم الحل هلا في كثير ناس ما راح يحاولوا فيه، راح يقراوا الحل ويمشوها ما استفدناش اشي. لا بدي اياكم تحاولوا فيه مده اسبوع كان هوم ورك بدها تسليم. ماشي ترى احنا على فكره على فكره فيه يعني مش كل الهوم وركس راح تكون يعني الكم تحلوها، في هوم وركس راح تسلموها لانه عندي تي اي انا وبصلح بتصلح. فهمتوا علي؟ يعني في هوم وركات راح يكون عليها علامات؟ يس يس راح في هوم وركات راح يكون عليها علامات بلا شك. دكتور حتى لو الجامعة نزلت موعد تاني للفيرست رح نضلنا على نفس موعدنا صح؟ 22 موعد الجامعة يعني هم هذول مواعيدهم احكي لك بصراحة بنزلوها متأخرة، الواحد يعني بكون يعني بنزلوا اذا بدهم ينزلوها بجوز ينزلوها يعني بعرف شو يوم الاربعاء او الخميس هذا يعني قبل بداية الامتحانات. طب ما بنفع الحكي هذا يعني الواحد بده ينسق من بداية الفصل. انا بحب اسجل يعني احط موعد الامتحان من بدايه الفصل، بعدين احنا مثلا اذا اتفقنا كلياتنا مثلا انه هذا الوقت مش مناسب او كنتوا عندكم امتحان ثاني او هذا وبدكم تاجلوه يوم يومين ثلاثه ما عندي انا مشكله، ترى انا فيري فليكسبل يعني اللي اخذوا معي بيعرفوني. عرفتوا علي كيف؟ بس ما بتركها هيك عايمه على استنى تسجيل حضرتهم يعني ينزلوا لنا الموعد بجزء ما بعرفش الواحد شو بتكون ظروفه يعني بروحوا بسجلوا بحطوا موعد على كيفهم. يعني بجوز يحطوا لنا اياه مثلا يوم السبت، فانا ما بلتزم بصراحه ما بلتزم تماما معهم الا اذا يعني القسم بدهم يجبرونا نلتزم مواعيد التسجيل هذا موضوع ثاني. اما احنا مبدئيا هذا الموعد تمام دكتور وانا فليكسبل يعني وانا فليكسبل ما عندي مشكله اذا مثلا الوقت كان مش مناسب كنتوا مضغوطين وحبيتوا مثلا ناجله بس مش كثير ناجل مش ناخره كثير يعني ما عندي مشكله انا فيري فليكسبل. المهم انه يعني يكون عندكم وقت كافي تدرسوا. تفضل اسال. الامتحان دكتور ب 22/7 يعني لحد الان. طلال ما احنا حكينا الامتحان بموعده حسب السيلبس تمام؟ تمام خلص. يعني المعلومة الآن بدكم تفهموها إنه الامتحان موعده حسب السيلبس إن شاء الله طبعاً يعني تمام. خلاص ضل أسئلة بدنا ننتقل مشان يعني ما بدناش نأخركم. خلاص طيب الكابلد أوردينري ديفرنشال إيكويشنز هسه يا جماعة المعادلات الخطية فيه كنتوا تأخذوا المعادلات الخطية وأنظمة المعادلات الخطية. يعني أنظمة المعادلات الخطية معناته في عندنا معادلتين مجهولين أو ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل أو N equation with M variables ماشي. طبعا كثير بكون عندنا حالات إنه بكون حل المسألة أكثر من معادلة تمام، والمعادلات تظهر مرتبطات ببعض فهذولا بنحلهم زي ما تتذكروا أيام الحذف والتعويض لما كنا نحل معادلتين مجهولين
نعمل هون إشي مشابه بس يعني طبعاً بديش أقول نفس الكلام بس بطريقة شوية a little bit more advanced بلاش أقول complicated ماشي. فلما نقول coupled ordinary differential equations معناته في أكثر من variable مرتبطات ببعض وفي أكثر من معادلة تفاضلية more than one differential equation بحددنا بدنا يكون المعادلتين إلى ما لا نهاية تمام. هلا طبعا احنا كل ما زاد عدد المعادلات معناه هذا الكلام انه بده يصير عملية الحل اليدوية اصعب ماشي. عشان هيك احنا بتعرفوا بالنيوميريكال من الشغلات اللي بدرسوكوا اياهم مثلا جوردن غاوسيان إليمينيشن الميثودز هاي اللي بيستخدموها بحل السيستمز اوف لينير ايكويشنز الجبريك ايكويشنز. في عندنا طبعا بالنسبة للديفرنشال إيكويشنز برضو كمان لما بكون عدد كبير من المعادلات في عندنا برمجيات أو برامج بتحل الكابل سيستم ديفرنشال إيكويشنز. واحد من البرمجيات تاية اللي أنا عطيتكم تتذكروا اللي هو الولفرام ألفا. وهلا طبعا إحنا بس نخلص الديفرنشال إيكويشن راح أرد أعطيكم كمان عليه سيشن وبرضو راح أعطيكم عليه هوم ورك مشان أتأكد إنكم صرتوا فاميليار مع السوفتوير. بيقدر يحل لنا system of differential equations زي ما بيقدر يحل one differential equation ويحل. طبعا في عندنا برضو بالماتلاب في إشي زي هيك, في عندنا بالبوليماث إشي زي هيك, الماثماتيكا في برامج كثير. البرمجيات بتكون أحيان مفيدة لأنه زي ما حكيت لكم لما بكون عندنا المعادلة طويلة خاصة أو فيها variables كثير بتكون عملية حلها بطريقة يدوية مش مجدية مش فعالة time consuming. نقول احنا مش محتاجين ان اصلا يعني نضيع وقتنا على حل المعادلات التفاضلية. لاحظوا احنا بالنسبة لنا كمهندسين ومهندسات بهمنا نكون نعرف كيف نحل. يعني ما بديش بكرة بالمودلينج اجي اقولكو هاي المعادلة second order non-linear equation نيجي حلها هيك تصير تقولوا لي كيف حليناها. عشان هيك احنا دائما بنعطي مقدمة, الهدف من المقدمة هاي او الجزء الاول من المادة انه احنا نعمل ريفيو للاشياء اللي بتعرفوها والاشياء اللي بتحتاجوا تعرفوها وما بتعرفوها زي البسل فانكشن مثلا والكابل ديفرنشال ايكويشنز كونه بالدف ما بلحقوا I think يعطوكوا اياها. يعني انا في ناس قالوا انه بيعطوكوا اللابلاس مثلا بالديفرنشال ايكويشنز بعرف شو اخذتوا اللابلاس بالديفرنشال ايكويشن اللي متذكرين وربنا الله دكتور اخذناها بس ما حدش متذكر شيء صراحه منها. مو عشان هيك احنا هاي يعني لابلاس لما نصل لها مثلا بنعمل زي ما عملنا بالديفرنشال ايكويشن بنعملها ريفيو ماشي. فالمهم الكابلد ما اعتقدش اخذتوها يعني السيستم ديفرنشال ايكويشن يعني زي لما يكون في عندنا زي هون معادلتين مجهولين مثلا زي هيك ما اخذتوا شيء زي هيك اعتقد. على كل حال يعني احنا الهدف نتعلم المبادئ وبنفس الوقت ليش انا بهمني انه تكونوا اتليست بتعرفون برنامج واحد او سوفت وير واحد او بلاتفورم واحده اتليست تكونوا بتعرفوها لحل المعادلات التفاضليه على اساس لما نيجي على المودلينج او انتم تحتاجوها بالمستقبل تحلوا هوم ورك او تعملوا ديزاين او بروجكت او مثلا graduation project او حتى بالماستر وبغيره يكون في عندكم tools handy اللي تقدروا تتعلموا. انا actually بالنسبه لي بفهم انه بجوز البرمجيه اللي بتتعلموها هاي بتستفيدوا منها اكثر من الماده نفسها لانه طبيعتنا احنا بننسى بعد فتره يعني خاصه مع قله الممارسه لما ما بنحلش معادلات وهذا بننسى في كثير اشياء بنتعلمها بننساها بينما البرمجيه بظل طريقة يعني صعب ننساها لأنه إيش اشتغلناه وتعلمنا عليه وخاصة إن كنتوا جيل التكنولوجيا هسه بتعرفوا التكنولوجيا بتحبوا تليفوناتكم كثير فبصير الواحد عنده رغبة إنه التولز هاي اللي هي يعني مفيدة لحد ما. طيب خلينا نشوف الـ System of Ordinary Differential Equations. طبعا إحنا راح نبدأ بالـ Ordinary Differential Equations الـ First Order ماشي بعديها راح ننتقل على السكند اوردر. وفي عندنا طبعا اكثر من طريقه زي مثلا بالمعادلات الخطيه في عندنا الحذف والتعويض مثلا طريقتين مختلفه زي ما بتعرفوا. هون في عندنا كمان طرق مختلفه
بعدين قلنا ننتقل للسكند اوردر. السكند اوردر مين اللي بنستخدم طريقه الحذف تمام والتعويض، يعني الحذف بعدين التعويض. وبعدين في عندنا الماتريكس سوليوشن. الماتريكس صراحه اللي هو الحل باستخدام المصفوفات، انا ما عندي نيه السنه اعطيكم اياه لانه بتعرف الصيف قصير وهو ما بضيف شيء كثير جديد ماشي. فبدي اعطيكم الطرق الثلاث الرئيسيه اللي هم الاليمينيشن اوف اندبندنت فاريبل، الاليمينيشن اوف ديبندنت فاريبل، والديفرنشال اوبريتورز اللي هي السكند اوردر. فخلينا نبدا بالاليمينيشن اوف اندبندنت فاريبل. هلا احنا عرفنا بالبدايه الاندبندنت فاريبل بالمعادله التفاضليه اللي هو الفاريبل اللي بكون عندنا عاده بالحاله هاي مثلا اكس ماشي، احيانا بكون تي تايم، هذا بنسميه independent variable. لاحظوا هاي المعادلة الأولى dy1 by dx is a function of y1 and y2. dy2 by dx is a function of y1 also and y2. طبعا مش نفس الفانكشن، هذا f1 وهذا f2. وبالتالي لاحظوا هنا في عندنا معادلتين، هذولا بسموهم coupled لأنهم مرتبطات ببعض، مشبوكات ببعض. الأولى حلها بيعتمد على الثاني والثاني حلها بيعتمد على الأولى. هلا اذا كانت المعادله بالفورم هاي اللي انتم شايفينها هون الستاندرد فورم هاي، لاحظوا من السهل اني اتخلص انا من الاندبندنت فاريبل عن طريق اني اقسم المعادلتين على بعضهم. هذا اللي بنسميه هون elimination of independent variable ماشي. فلو قسمت المعادلتين الثانيه على الاولى او الاولى على الثانيه ما بتفرقش كثير، بتطلع عندنا بالصيغه هاي. وفعليا لما تطلعوا هلا ايش صار في عندي؟ صار عندي y1 و y2، كأني بقول إنه الواي 1 صارت هي كأنها النيو أو الفيرتشوال إندبندنت فاريبل، فصارت كأنها معادلة وحدة تفاضلية متغيرين واي 1 عند واي 2، فبحلها على الأساس هذا. وبعدين برجع بالخطوة الأخيرة بعوض هون مشان أشوف حل كل واحدة لحالها. بس انتبهوا إنه في عندنا إحنا معادلتين، يعني بنحل معادلتين. خلينا نشوف مثال، يعني المثال دائما هو الطريقة القصيرة والمبسطة. في عندنا ال y1 of t وال y2 of t، هذول معادلتين، هاي المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. طبعا هذول معادلات بسيطة احنا بدينا فيهم مشان نفهم الفكرة. يعني إذا نلاحظ بقول لنا ال y1 prime يساوي y2 وال y2 prime يساوي y1، ومعطينا boundary condition لل y1 وال y2. هلا لاحظوا هاي بالرغم من انها first order، بس لانه احنا في عندنا two variables بده يكون عندنا كمان two solutions، يعني كانها second order بالمناسبه ماشي. يعني لازم يكون عندنا two boundary conditions لانه لازم يطلع معنا y1 of t y1 of t y2 of t ماشي. لو اطلعنا عليها المعادله هاي الفيرست لوك ايش كيف ممكن انا احلها؟ الطريقه الابسط هون اني اتخلص من الاندبندنت فاريبل اللي هو الدي تي ماشي. كيف بتخلص منه؟ لو قسمنا المعادله الثانيه او الاولى على الثانيه او الثانيه على الاولى ما بتفرق فعليا، هي هون هو قاسم الثانيه على الاولى دي واي 2 باي دي واي 1 باي دي تي على دي واي 1 باي دي تي، فاختصر هاي اختصرت الدي تي مع الدي تي، وصار عندنا دي واي 2 على دي واي 1 يساوي واي 1 على واي 2. يعني هاي ستريت فورورد ما فيها شيء يا جماعه ماشي. قسمنا المعادله الثانيه على الاولى، او اذا حبيت الاولى على الثانيه هي فعليا ما بتفرق ماشي. الهدف ان تخلصنا من الثيرد فاريبل ماشي. ليش انا استخدمت هاي الطريقه؟ لانه كان اسهل شيء اتخلص من الدي تي اللي هي الاندبندنت فاريبل. من هون اجى اسم الطريقه اللي هو elimination of independent variable. طبعا امتى بستخدمها هاي؟ لما تكون المعادلات بالفورم هذا اللي شايفينه، بالفورم هذا. ما تكون بالفورم هذا بيكون من السهل اتخلص من الاندبندنت فاريبل. طيب بعد هيك ايش بسوي؟ هلا لاحظوا هون انا الميثود هذا بس بحال بقدر اقسمهم واتخلص من الاندبندنت فاريبل بس. يس طبعا طبعا طبعا. اذا ما بزبط هذا الميثود، اذا ما زبط هذا الميثود، يعني اذا ما الاندبندنت فاريبل ما اختفى هذا الميثود بدي اشوف واحد ثاني غيري، يعني هذا ما بينفع. تمام فكلامك مزبوط يس بالحاله هاي فقط ماشي. اذا هون انا لما قسمتهم وبين عندي انه الاندبندنت فاريبل اختفى، آه
نغير اللون لأنه اللون تبعنا ميل دومينانت فخلينا نغير اللون شوية. طيب على dy2 على dy1 يساوي y1 على y2 بسيطة. الآن هاي لاحظوا صارت معادلة جديدة كأنها one differential equation ماشي، وزي ما قلنا كأني قاعد بقول إنه الy1 هي نفس الx يعني dy by dx على يساوي x على y، فبالتالي هاي واضح إنها separable first order differential equation. هاي أنا ضربت لكم إياهم بعض، طبعا هو هون حلها على الهوموجينيس فانكشن ما بتحتاجوا تحلوها يعني هذا السوليوشن معقد شوية. إحنا بنحاول دائما قلنا إذا المسألة بتتحل إذا المعادلة التفاضلية بتنحل على السبرابل مباشرة بنروح على السبرابل لأنه أسهل طريقة ماشي. فبنضرب ضرب تبادل بتطلع عندنا y2 dy2 يساوي y1 dy1، بنكامل بالطريقة الاعتيادية تكامل y2 اللي هو y2 square over 2 والy1 اللي هو y1 square over 2 plus طبعا c1 تمام. هلا ممكن إحنا نحطها بصيغة ثانية y2 square minus y1 square يساوي 2c1، ضربناها وسمينا 2c1 سمينا variable جديد اسمه c ماشي، عشان هذا اللي بنصل له هون ماشي. إذا عندنا صارت y2 square minus y1 square يساوي c. هلا لاحظوا c اللي طلعت معي هاي من أول integration، بدي طبعا هاي بالنسبة لي اللي هي integration constant ماشي، والintegration constant أنا بدي ما دام في boundary condition معناته بدي اتخلص منه، بروح بعوض بال قلنا الواي 1 اوف 0 والواي 2 اوف 0 هاي من هون، الواي 1 اوف 0 يساوي 1 واي 2 اوف 0 يساوي 1، اذا كاني بقول 1 ناقص 1 يساوي سي، 1 تربيع ناقص 1 تربيع اللي هي 1 ناقص 1 يساوي سي، اذا سي يساوي 0 ماشي. اذا الحل بده يطلع واي 2 سكوير ماينس واي 1 سكوير يساوي 0، اذا كاني بقول واي 2 يساوي بلس ماينس واي 1، وقلنا هاي البلس ماينس بتعرفوا حكينا قصتها انه لانه طبعا التربيع ما بيميز السالب عن الموجب فبنخليها y1 بلس ماينس ماشي. اذا هذا السوليوشن الان، بس لاحظوا هذا السوليوشن بالمرحله الاولى زي لما كنا نعمل بالنون لينير ايكويشنز نعمل ترانسفورميشن ماشي، هذا مرحلته الاولى، بس وصلنا لنتيجه مهمه انه الy1 الy2 يساوي بلس او ماينس y1، بمعنى انه لو رجعت هون بالمعادله هاي وعوضت بدل الy2 y1 بصير dy1 على dt يساوي y1، وهون بدل الy1 يساوي y2 بصير dy2 على dt يساوي y2 ماشي، لانه ايش بقول الy2 يساوي الy1 طبعا بلس وماينس. وضحت الفكره؟ فبالتالي انا هون